مع حضراتكم اهو معلقتين كده كبار، وهقلب كده، وبعدين عندي القرفه وهقلب، وهسيب بقى اخر حاجه. بصوا ده جنين القمح عشان حضراتكم تبقوا عارفين ده شكله، ده اللي بيتباع في السوبر ماركت يعني، طبعا حضراتكم لو قدرتوا توفروه يعني موجود من اماكنه اصلا يا سلام، هيبقى افضل بكتير وهيبقى مجروش عن كده شويه، ده ناعم. طيب ده بذر الكتان، حط معلقه كبيره، معلقه وربع كده، خلاص هيتبقى عندي العسل الابيض اهو كده، هنا نص كوبايه عسل ابيض على الكميه دي كلها. خلاص هبدا بقى اشكلها بايديا، وبعدين اخدها على ورق زبده واحطها تتحمص في الفرن تحميصه خفيفه كده لطيفه، هلبس بس جلافز، وبعدين لما تطلع هقلبها بس بعد اول 10 دقايق. الفرن عندي 180 على الشبكه في النص، مش هبدا يعني احمي النار قوي ولا حاجه، مجرد بس ماده ربط تربط الحاجات دي مع بعض اهو كده. لو حابين يبقى في ماده ربط اقوى يبقى هنطحن التمر، لكن انا بصراحه مش محتاجه، انا عايزاه كده كرامبلز يعني، ايه قطعه كده صغننه مفرفطه يعني، مش عايزاه يطلع حتت لازقه في بعض، لان في الجرانولا بارز وفي في كمان التوليفه نفسها بتاعه الجرانولا مختلفه عن كده كمان، بننوع فيها كتير، بس دي اكتر حاجه هتبقى مفيده للناس اللي حابه تفطر فطار صحي. وطبعا ما نكترش منها الوجبه بتاعتنا المتاحه يعني، ناخد منها مثلا حوالي 3 معالق كبار على ممكن باللبن، هتبقى لطيفه، ممكن اللبن يبقى خالي الدسم، مش شرط يكون لبن كامل الدسم. هاخد بقى الصاج دلوقتي وافرد عليه علشان نبدا ندخلها الفرن يتحمص، كل ما هو جوه هنا هيتحمص هيبقى ليه تيست طعم عالي جدا حلو جدا، وهنبدا نحطه مع اللبن، مش قادره اقول لكم هيبقى ممتاز. تسلم ايدك يا حبيبي، خليها هنا اهو، بسم الله. هبدا بقى انزل كده اهي، ودي تتحط بقى في برطمان زي ما اتفقنا، ونحافظ عليها، ناخد منها على قد الاستخدام الصبح، تبقى لطيفه جدا. في فكرة كمان مرة تانية إن شاء الله نبقى نعملها بالفواكه المجففة كلها، الموز بقى والرقائق بتاعة البرتقان، ونعمل منها حاجة كده أهي، أدخلها بقى الفرن. طيب أنا هغلي بس شوية لبن، عايزة أقدمه كده في طبق صغير، ممكن الأطباق المربعة دي حمادة عشان ده ممكن يعني ناكله من هنا وما نتغداش وما نتعشاش. طيب أنا اللبن أهو هغليه وهوري حضراتكم إحنا نقدمه في شوية صغننين كده. دي الجرانول. هنبدأ بقى نقول الفشار. الفشار الطريقة التقليدية بتاعته طبيعي ان انا يبقى عندي اللي هي حبوب الذرة الصفرة دي بتاعة الفشار، وعندي زيت، ده الاساس بتاع الفشار اللي يطلع اي نوع فشار. طيب احنا اتفقنا في المقرمشات اللي فاتت، عشان بس السؤال ده سألته كتير، الحبوب الصفرة بتاعة الذرة لو حضرتك هتستخدميها في مقرمشات الذرة الصفرة يبقى حضرتك لازم تسلقيها، عشان حبيبتي في صديقة بعتت لي قالت لي انها هي حمرتها في الزيت وفرقعت كلها وعملت فشار. هو طبيعي انها طول ما هي جافة، اولا بصوا حبة الفشار دي، انا عايزة اوري حضرتكم حاجة، الابيض اللي فيها ده سبحان الله هي بيبقى فيه نقطة مية جوه، النقطة دي هي اللي لما بتتكثف مع البخار جوه الحلة بتنفش بتتفتح وتخليها تستوي وتنفش الفشراية، فاحنا لازم طول ما هو جاف كده لازم نسلقه، عشان نسلقه حضرتك كده مش هيطلع معاكي اهو. بصوا يعني حبة الفشار شايفين النقطة البيضة اللي بتبقى فوق 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 دي، سبحان الله هي فيها منها فيها نقطة مية جواها بطبيعتها، لما بنحطها ونعرضها للنار وتتقفل عليها البخار بتتكاثف، خلاص بتساعدها انها تروح متفتحه يعني تستوي وتنفش بقى، فبيبقى الفشار. لكن لو هنعمله في الذره المقرمشه المحمره المقرمشات يبقى هنسلقها الاول، تبقى مسلوقه بنسبه 90%. طيب انا دلوقتي هجهز اهو في طبق هنا من دول شويه من الجرانولا دي، بصوا بقى بعد ما طلعت بقت عامله ازاي، وده ده اللي بصوا التمر ده كان بيبقى له طعم حلو قوي لما على فكره بيبقى مقرمش كده، بيبقى حلو جدا الحقيقه. بصوا بقى اهو دي الجرانولا ده، بصوا الجمال. فاحنا بقى هناخد مثلا شويه كده حلوين، هنحط طبعا ده في برطمان يعني احنا مش هناخد الكميه كلها، هناخد كده على قدنا في شويه
ساي مثلا. طبعا الشوفان لما بيتحمص كمان بيبقى طعمه حلو قوي. نحط بقى في برطمان كده عندنا ونتعامل مع الجرانول. اوكي كفايه كده، مش عايزه اكتر طبعا. دي وجبه كبيره يعني، احنا هيبقى الطبق اصغر من كده اكيد، بس انا عايزه املى الطبق عشان حضراتكم تشوفوه عن قرب كده. اوكي خلاص، والباقي ده هيتشال في برطمان ازاز. طيب هنبدا، ادي اللبن غلي يا دوب تاتش بس من الفانيليا لو فيه. هحط كده وهنا كمان، هي معمولة بالعسل فأوريدي مش محتاجة سكر. أنا شايفة إن نخف السكر والعسل الأبيض أفيد بكتير، فإحنا مش هنحتاج نضيف حاجة.